سيادة العقيد سأعود إليك بعد قليل. أستاذ مصطفى، يعني الداخل التركي اليوم حتى وإن كان واضح أنه متحمس أو يعني متهيئ لهذه العملية، لكنه بالمقابل أيضا يخشى ما يخشى من آثار اقتصادية. ما هي الآثار الاقتصادية التي يمكن أن تؤثر على يعني الاقتصاد التركي في حال أقدمت تركيا على عملية عسكرية مثل هذه العملية في شمال سوريا؟ طبعا كما هو معروف الحرب مكلفة اقتصاديا لتركيا ولدول روسيا على وشك طبعا افلاس عسكريا واقتصاديا، مع انها دولة كبيرة جدا لديها موارد كثيرة، وتركيا طبعا مواردها محفوظة في الآونة الأخيرة بعد جاهية كورونا، هناك تدهور اقتصادي في تركيا. ذلك لملمة لدى بعض أقساط الشعب التركي عن طبعا مضاعفات تدهور الاقتصادي. لذلك لابد أن تكون الحكومة عندما تقدم على مثل هذا التدخل العسكري أو العملية العسكرية، هذه العملية العسكرية سياسية وأيضا اقتصادية، لأن إمكانية تركيا محدودة كما قلت ذلك. لذلك هناك حرب مع عملية عسكرية خاطفة لا تستمر كثيرا، لا تنزل موارد تركيا، بل على العكس أن تكون هذه العملية عملية خاطفة تنتهي في حدود معينة. ولكن قبل ذلك طبعا سياسيا لا من تلقي الدعو مقاومات وصفقات مع على يكون. طيب هل هناك توقعات بانخفاض يعني قيمة العملة التركية في حال القيام بعملية عسكرية؟ يعني طبعا تتأثر قيمة الليرة التركية بما يدور في سوريا سلبا وإيجابا. أحيانا طبعا إنما تكون هناك انتصار سريع في هذه الحالة تسقط قيمة الليرة التركية ربما تقوى. طيب والحكومة اليوم يعني أو الدولة التركية مقدمة على انتخابات؟ لا ما أفهم، إنما يكون هناك رد فعل دولي مثلا الولايات المتحدة الأمريكية، هذا يؤثر سلبا على متانة الليرة التركية أمام الدولار وغيرها من العملات الأجنبية. يعني ما قصدته أن انخفاض العملة انخفاض قيمة الليرة اليوم سيؤثر سلبا على مجريات الانتخابات القادمة، ألا يشكل هذا خطرا على حكومة حزب العدالة والتنمية؟ طبعا هذه القضية مزدوجة. اولا طبعا تدهور ليرة تركية امام العملات الاجنبية هذا مؤثر على مزاج الشعب، ولكن ثانيا الحكومة ايضا عندما تكون هناك انتصار سريع او انتصار هذا ايضا يقوي شعبية الحكومة لدى قطاعات من الشعب. اذا هناك حالتين، يعني هبوط الليرة التركية ربما يؤثر سلبا على فرصة العدالة والتنمية في الانتخابات القادمة، ولكن أيضا عندما تكون هناك انتصار يكون هناك انتصار في شمال سوريا لحزب العمال الكردستاني وتوابعها، في هذه الحالة أيضا ترتفع أسهم الحكومة في السياسة، هذا واضح.